والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد عامل إقليم تطوان، السيد عامل المضيق الفنادق، السيد الرئيس الأول لمحكمة سنان، السيد الوكيل العام للملك، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، والسيد وكيل الملك، السيد قائد الحامية العسكرية. ينعم على هذا الجهاز بسرابه عطفه وثاني رضاه حتى بوأوا جلالته مكانة عظمى ومصداقية واحتراما ليس بعمانته. فأضحى بذلك يضاهي أرقى الأجهزة الأمنية في العالم. ومن جانب الفخر والمنصور بالله على أن يكون خطاب عيد العرش ملازمة يصدر خلالها تنويها خاصة خاصة للقوات العمومية وفي طبيعتها مصالح الأمن الوطني. لذلك لا بد لها في الزمان ولا في المكان، وهي أمانة عظمى في أعناق الجميع بالفعالية التي تميز عنها في استباق وإبشار للمحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين والأمن والمس بالأمن والنظام العام. ونحن نضع صوب أعيننا على العبارات التي تضمنتها الخطب الملكية الثانية والتي تعتبر تشريفا ملكيا وتعبيرا صريحا عن الرضا المولوي عما بذلوا هؤلاء نساء ورجالا من تضحيات في سبيل استثمار الأمن والحفاظ. كما تابعتم اليوم فقد تم الاحتفال بالذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. هذه المحطة التي تعتبر من المحطات التي تقوم فيها المديرية العامة للأمن الوطني بتقييم السياسات الأمنية المتبعة التي تنهجها في ممارسة المهام الشرطية بالشارع العام. كذلك تعتبر محطة أخرى لتقويم المخططات والمجالات الأمنية خصوصا في مجال محاربة الجريمة التي تعرف تطورا مضطردا على برا العالم.
فالمديريه العامه للامن الوطني تعتمد سياسه تحديث مرافقها وكذلك تكوينات توفر تكوينات امنيه حديثه لموظفيها لمسايره المحاربه الجريمه في العمق. اذا كل هذه العوامل هي اساسيه لاستتباب الامن وكذلك الحفاظ على النظام العام بكل تجلياته. ولا يسعنا الا ان نستحضر في هذه الذكرى الخدمات الجليله التي تقدمها المديريه العامه للامن الوطني لرعايا صاحب الجلاله، كذلك استحضار المنجزات الامنيه التي قامت بها ولايه امن تطوان كما جاء في كلمه السيد والي امن تطوان من خلال تحدثه على مجموعه المنجزات الامنيه التي تم القيام بها، كذلك ايضا تعزيز وتقويه المرافق العموميه واستحضار البعد الشمولي في التكوين الوظيفي، كذلك استعانة بالتقنيات الحديثة كما قلنا لمحاربة الجريمة في عمقها وتجفيف منابعها. كل هذه المعطيات هي تؤول إلى تشكيل منظومة أمنية متكاملة وشاملة، هدفها الأساس كما قلنا هو استتباب الأمن العام والنظام العام في مجموع تراب نفوذ هذا الأمن الولائي. وشكرا.